المرأة الحامل النصيحة اللي ليها هي أنه من بدو اللحم ديالها من بدو الحمل تعرض مسألة للطبيب باش يتأكد بعدها الطبيب من السن ديال الحمل ديالها، حيت كاين بواحد النسبة كبيرة كما قلت قبيلة الإباضة ما كتكونش دائما نهار 14 اليوم، كتكون إما مبكرة ولا متأخرة. فجراء هذه المسألة ديال الإباضة اللي هي ماشي دائما في 14 اليوم كيخص نعرفوا السن ديال الحمل بالتدقيق باش نعرفوا سن الولاده فوقاش غادي خصو يتم، تاريخ الولاده فوقاش غادي يتم، وباش نعرفوا المراه اذا كانت عندها احتماليه الولاده مبكره حتى اي فتره خصها تبقى تناول الادويه اللي كتقاوم الولاده المبكره ولا باش ما تبقاش عندها ولاده متاخره. فكيخص يكون الحمل التاريخ ديالو مضبوط باش يكون التاريخ ديال الوضع مضبوط باش كيسهل المراقبه ديال الحمل والمراقبه ديال الفتره ديال الولاده. دونك هذه مسألة بالنسبة لهذه المسألة يكون المرأة تستشر الطبيب ديالها من البدو ديال الحمل ديالها باش تأكد من تاريخ الحمل، وتكون عندها واحد المتابعة منتظمة ديال الحمل ديالها اللي كتعاون الطبيب باش بالكشوفات اللي كيعملوا بالفحص يبانوا ليه المضاعفات اللي كتقدر تحدث، وتكون عندها واحد الوقاية من هذه المضاعفات بالأدوية اللي يقدر يوصف لها وبالنصائح اللي يقدر يعطيها وبالعلاجات اللي تقدر تتم لها بالنسبة للمسائل.